ده انا عايز اخد من حته الاصابات دي واتكلم معاكم. مباراه طلائع الجيش وما دون مباراه طلائع الجيش، واقف عند كولر اللي قال انا طول عمري في التدريب اعرف المهاجمين اكثر عرضه للاصابه. طب المدافعين؟ انما حراس المرمى الامر بالنسبه له غريب. وانا هنا عايز اتكلم في حاجه، فكره الحظ. يا جماعه تلاقي البعض دايما كده بيدور للنادي الاهلي على حاجه يشد النادي الاهلي بيها تحت. دايما زي ما بقول المتفرغ هيكون بيدور على اي شيء سلبي يحاول يبوظ بيه الصوره اللي هو مش قادر يجاريها. اصل يا جماعه مين هيجاري فريق في نهائي افريقيا للسنه الرابعه على التوالي؟ مين هيجاريه؟ مين هيجاري فريق ما خسرش ولا مباراه محليه مع كولر الموسم الحالي، لا في دوري ولا في كاس ولا في سوبر ولا في اي مباراه؟ مين هيجاري ده؟ مين هيجاري النادي الاهلي في الاشياء اللي بيحققها في كل القطاعات وفي كل اللعبات؟ محدش قادر. فالفكره في ايه؟ الحظ. ما هي حاجه من الاثنين يا جماعه، يا المؤامره يا الحظ. الاثنين دول زي ما بقول لكم دايما مسكنات للبعض، البعض بيرتاح بيهم نفسيا، البعض بيحاول نفسيا يهرب من الواقع بتاعه بفكره ان يدي نفسه مسكن اسمه الحظ. حظ النادي الاهلي، حظ النادي الاهلي هو الاجتهاد. حظ النادي الاهلي اللي مخليه 42 بطولة دوري واقرب منافس ليه 14 بطولة دوري، تلت عدد بطولات الاهلي. حظ النادي الاهلي مش هو اللي مخليه ضعف اقرب منافس في افريقيا في دوري ابطال افريقيا، ده اجتهاده. حظ النادي الاهلي في ادارته، في جمهوره، في لاعبيه، في اجهزته الفنيه، في منظومته، في شغله العلمي، في تاريخه، في رموزه، هو ده حظ النادي الاهلي. لو بتتكلم عن الحظ، انا بتفرج على كره على مدار سنين زيكم زي كل الناس اللي بتشوفنا. انتوا تفتكروا في فريق كان داخل نهائي بطوله قاريه وهو عنده حمزه علاء مصاب، محمد الشناوي مصاب، ومصطفى شوبير اتصاب في اخر مباراه، وعلي لطفي مصاب. اربع حراس تعرضوا لاصابات مختلفه قبل نهائي بطوله قاريه. شفتها فين دي في التاريخ؟ قول لي فريق وصل لمرحلة إن أربع حراس عنده خلال 10 أيام بقوا مش موجودين هم الأربعة، ومنهم حارس اللي هو مصطفى شوبير إن شاء الله موجود، وبغض النظر عن إن شاء الله محمد الشناوي يكون موجود في النهائي، ولكن بكلمك في فكرة الحظ. حظ إيه؟ يعني كلمني عن مفهوم الحظ في ده. إنما لو قصدك الحظ إن أنت بعد كرة قطر الطاهر بتقدر توصل للي انت وصلت له ده، تقدر تكسب قطن برباعية وهلال بثلاثية، مباراة الرجاء ومباراة الترجي، ده مش حظ، ده مجهود، ده وقت الجد النادي الاهلي بيبقى موجود يا اسامة. واعتقد انت لازم تلاقي اختراع، لازم تلاقي حاجة كده نقولها. ما اللي ما يكسبش يقول حظ، يعني زي اللي ما يعرفش يقول عدس، اللي ما يكسبش صح يقول حظ. الحقيقة يعني مش عارف قصة الحظ وقطر الطاهر، وعدنا القصة دي وقلنا ان محمد هاني نفسه ضيع ركلة جزاء امام صن داونز نفسه، والهدف اللي دخله اللي سجله فريق صن داونز من خطأ، فريق الهلال من خطأ واضح لفريق صن داونز. لكن الحقيقة هو ده زي ما قلت كده، اللي ما يكسبش، اللي ما يعرفش، اللي ما يقدرش هيقول حظ. لان الحقيقة النادي الاهلي مش فقط لا غير هو نادي بطولات، مش فقط لا غير هو نادي عشان بطولة دوري عام أو بطولة أفريقيا، لا. النادي الأهلي من 1907 ومنذ الإنشاء وهو عنده قادة بتبني وتعلي وجماهير بتبني وبتعلي. والنهاردة يعني مدرجات النادي الأهلي لما تلاقي الجماهير بتهتف حلمك يا عمر لطفي حقيقة، واسم الأهلي مالي الكون، اسم بيكبر كل دقيقة، شفت بقينا كام مليون. فتبدأ ترجع النادي ده اللي كان عقد التأسيس 50 سنة، النادي ده اللي كان عبارة عن الافتتاح في 1909 عبارة عن غرفة وسور، النادي اللي خد قروض بضمانات من مؤسسيه عشان ينشئ ويتم افتتاح النادي اللي بدأ من العدم. النهاردة شوف النادي الأهلي بيوصل لفين، النهاردة شوف وانت بتأسس وبتفتتح أو على مشرفة من الافتتاح أو على مقربة من الافتتاح يوم 1/6 إن شاء الله فرع التجمع الخامس، التحفة المعمارية دي والحاجة اللي بتشوفها بتلاقي هو ده موجود في مصر؟ آه ده موجود في مصر. ليه ده موجود في مصر؟ لأن النادي الأهلي موجود في مصر، لأن النادي الأهلي حريص على إنه ما يقفش، حريص دايماً إن هو يكون له الريادة،
مش بس في البطولات، لا كمان في خدمة الأعضاء.